ولا الواحد يتقدى والتقضيه كننظموا لهم يعني الاوقات فوقاش يتقداو باش نحافظوا على بلادنا وننقصوا ونحدوا انتشار هذا الفيروس. الا ما تعاوناش كلنا راه غيغلبنا، والحمد لله بلادنا يعني مجنده لكل شيء مساهم، لا الاطر الصحيه ولا الموظفين ولا الاعوان السلطه اللي كنحييهم هذا الجانب اللي كيقوموا بواحد الدور كبير في الدواور ديالهم باش كيحبسوا لنا الناس ما يتكتفوش علينا بالاخر. وهنايا راه عندنا الامور الحمد لله متحكم فيها، الناس الا الضروره، انتم كتشوفوا يعني الحركه مقطوعه هنا في جرماوس، الامور متحكم فيها، كنخليو الناس يمشيو يتقداو الا الضروره. وحتى حنا هنا من الناحيه ديال السد الامني يعني كنديروا الوقايه ديالنا، الاخوان كيخدموا بهذا لي بافيت، كيخدموا بالليكات ديالهم، كننصحهم انا باش يبتعدوا يديروا مسافه الامان. وحتى حنايا كنديروا المعقمات ديالنا وكنديروا كلشي باش نحفظوا حتى حنا نفوسنا ونحفظوا ولادنا. وحنا كنوجه انا نداء للمواطنين يلتزموا في الديور ديالهم، يبقاو في الديور ديالهم، يكونوا واعيين بالخطوره ديال هذا الفيروس. هذا الفيروس راه ما ساهلش، ويعاونونا بالبقاء ديالهم. حنا الا بقاو هما في ديورنا في ديورهم حتى حنا غيسهلوا لنا المأمورية.